في أبو ظبي يقوم فريق من نخبة المهندسين ببناء نفق عملاق. يعيد هذا النفق بشيء استثنائي فريد من نوعه. هذا ليس نفقاً عادياً، إنه يشكل العمود الفقري لنظام صرف صحي هائل تحت الأرض يدعى ستيب. 41 كيلومتراً من نفق مبطن، ذلك مذهل. والذي سيوجه مياه الصرف إلى الصحراء، إلى أعمق محطة ضخ بنيت حتى الآن. حركوها! على الفريق أن يقاوم الحر الحارق. الحر شديد جداً كما ترون، أنا أتعرق. وصخور الصحراء القاسية. أعمل 24 ساعة في اليوم وسبعة أيام في الأسبوع، هذا كل شيء. والمياه الجوفية المميتة. يزداد الوضع سوءاً. يزداد سوءاً مع نزولنا إلى الأسفل. لإكمال نظام الصرف الصحي الهائل الهام هذا في الوقت المحدد. بوجود 41 كيلومتراً علينا حفرها وتشكيل نفق فيها، هل ستكون 4 سنوات كافية؟ اليوم في قلب أبو ظبي يستعد هذا الفريق من عمال البناء للبدء بمسعى ملحمي. وتذكروا دائما السلامة أولا. السلامة أولا. نحن هنا، نحن مستعدون، معنا 4000 رجل مستعد للعمل، لنرى. إنهم على وشك البدء بحفر نفق ضخم طوله 41 كيلومترا، والذي سيشكل جزءا من نظام صرف صحي عملاق يدعى ستيب، يمتد عبر المدينة ويصل إلى الصحراء. لم يكن هناك أي مشروع حفر أنفاق بهذا الحجم على الإطلاق، ليس فقط في أبو ظبي، إنني أتحدث عن الخليج والشرق الأوسط. المنظمة التي تولت مهمة بناء هذه البنية العملاقة هي شركة أبو ظبي لخدمات الصرف الصحي. عملهم التأكد من إنهاء مشروع الصرف الصحي الذي يكلف 1,500,000,000 دولار في الوقت المحدد لمجاراة نمو المدينة. لم يكن بإمكان أحد أن يفكر فيما نشهده اليوم. زيادة عدد السكان كانت مهولة. اكتشاف النفط هنا في خمسينيات القرن الماضي هو الذي حفز تفجر النمو في أبو ظبي، من قرية صيد سمك صغيرة إلى مدينة يقطنها 1,500,000 نسمة. قبل بضعة عقود لم يكن هناك أي من هذه الأبنية التي ترونها. الطريق الذي نقود السيارة عليه الآن كان عبارة عن المحيط، تم استصلاحه ومن ثم شيدت الأبنية كما هو واضح. لكن اليوم مع الزيادة السريعة في عدد السكان تواجه المدينة مشكلة رئيسة، الأنابيب والمصارف الصحية الهامة التي تسير فيها مياه الصرف الصحي تحت الأرض تكافح لمجاراة النمو السريع فوق الأرض. إن البنية التحتية لإمارة أبو ظبي تتحمل أكثر من طاقتها. نحن نواجه الكثير من المشاكل في التشغيل. حالياً تتدفق كل مياه الصرف الصحي من كل ما في المدينة، من حمامات وأحواض غسيل وأحواض استحمام ومراحيض وغسالات وجلايات إلى مرفق المعالجة الصغير هذا. بني قبل أكثر من 30 عاماً ليخدم بلدة صغيرة. في الأصل كان هذا المعمل مصمماً لمعالجة 260,000 متر مكعب في اليوم، وحالياً تنتج أبو ظبي 600,000 متر مكعب في اليوم تقريباً. ليس هناك في الواقع أي مكان آخر تؤول إليه مياه الصرف الصحي إلا أن تأتي إلى هنا وتجعل من المنطقة بحيرة صرف صحي. مع وصول شبكة الصرف الصحي إلى حدها الأقصى، تتربع أبو ظبي على قمة قنبلة سامة موقوتة. فلإنقاذ المدينة توسع شركة أبو ظبي لخدمات الصرف الصحي نظام الصرف الصحي الحالي تحت شوارع المدينة مباشرة. ستغذي البنية الطموحة تحت الأرض كل مياه الصرف الصحي في أبو ظبي إلى نفق عملاق عرضه 5 أمتار و50 سنتيمترا. أنبوب التصريف العملاق الذي يتعرج تحت الأبنية المعروفة في المدينة سيغذي بعد ذلك مياه الصرف الصحي الخام إلى مرفق هائل جديد للمعالجة على بعد 41 كيلومترا في الصحراء. سيكون المجرى الصحي الهائل غير مرئي للعين المجردة، لكنه هام جدا من أجل مستقبل أبو ظبي.
إننا نشيد بنية لخدمة أبوظبي لمدة 100 سنة أخرى، ليس فقط لنضع أبوظبي على الخريطة، بل لنضعها في مصاف الدول المتقدمة. إذن سنحضر الرافعة ونرفع القطع. يشرف ناصر النعيمي على فريق المهندسين الموكلين بمهمة تشييد هذه البنية العملاقة، ثم نركبها قطعة قطعة. إنني أحفر على عمق 100 متر تحت الأرض، الله أعلم ما يكون هناك. أمام فريق ناصر 4 سنوات فقط لبناء المصرف الصحي. للمساعدة في إكمال حفر الأنفاق في الوقت المحدد، يستخدم جيشاً من آلات حفر الأنفاق العملاقة أو TBM. سنستعمل 8 آلات TBM مختلفة لحفر مسافة 41 كيلومتراً، 5 منها من ألمانيا و3 من اليابان. يصل طول كل واحدة من هذه الآلات من 80 إلى 100 متر. آلات TBM كبيرة لدرجة أن عليهم أن ينزلوها إلى حفرة التشغيل الخاصة مجزأة، ومن ثم يركبونها تحت الأرض. هذه هي الطريقة التي تعمل فيها. يكون الرأس القاطع في الجهة الأمامية من آلة TBM، وهو عبارة عن عجلة دوارة هائلة تغطيها قاطعات قرصية تحفر في الصخر. من خلفها هناك حلقة فولاذية تحيط بآلة TBM تمنع الأرض التي تم تجويفها من الانهيار. وهناك رافعة روبوتية تضع الأجزاء الإسمنتية في مكانها لتشكيل حلقة النفق. عند الانتهاء من كل حلقة تدفع الأذرع الهيدرولية آلة TBM أكثر إلى الأمام وإلى الصخر. لكل متر ونصف المتر يتقدمونه يستطيعون البدء بتشييد حلقة أخرى. في أفضل الظروف تستطيع آلات الحفر هذه أن تنجز مسافة تصل إلى 100 متر في الأسبوع، تاركة خلفها نفق صرف صحي. أشعر بإثارة كبيرة لأنني أتخيل حقاً القوة والضغط اللذين تولدهما كل آلة TBM للحفر في تربة أبوظبي. ستحفر الآلات النفق في 8 أجزاء منفصلة، ثم يتم الحفر بينها وضمها معاً لتشكيل المصرف الصحي الذي طوله 41 كيلومتراً. كما تعرفون علينا أن نحفر 41 كيلومتراً ونشكل نفقاً فيها، فهل ستكون 4 سنوات كافية؟ يبدأ اليوم سباق الخطوة الطموحة لشق نفق الصرف الصحي. عند شركة أبوظبي لنظام الصرف الصحي خطط أكثر طموحاً من مجرد حل مشكلة الصرف الصحي في أبوظبي. النفق ليس سوى جزء صغير من بنية تحتية أساسية لنظام الصرف الصحي في أبوظبي، كما أنهم يشيدون محطة ضخ عملاقة لدفع مياه الصرف الصحي إلى مرفق معالجة جديد. سيعيد المرفق تدوير كل مياه المصارف الصحية الملوثة في أبوظبي إلى مياه نظيفة لري النباتات والمساحات الخضراء في هذه المدينة الصحراوية. هذا جزء من الرؤية الشاملة لأبوظبي لتوفير بيئة من المستوى العالمي وفي نفس الوقت حماية البيئة، ونحن فخورون بذلك. يتم تشييد محطة الضخ خارج المدينة في الصحراء العربية. بالنسبة إلى مجرور الصرف الهائل الجديد، هذه هي نهاية الخط. من كل أرجاء أبوظبي على بعد 40 كيلومتراً، عندما تفتح ماء المرحاض سيأتي كل شيء إلى هنا. سيتم ضخ كل شيء إلى معمل معالجة نفايات الصرف الصحي، حيث تتم معاملتها ويعود الماء النظيف لري النباتات والأشجار والأعشاب. حالياً تعتمد أبوظبي على 35 محطة ضخ صغيرة لدفع ماء الصرف الصحي إلى معمل المعالجة القديم. في النهاية ستحل محطة الضخ العملاقة التي يبنونها هنا محلها كلها. يجري نفق الصرف الصحي الجديد تحت المدينة بزاوية معينة. يسمح التصميم لقوة الجاذبية الأرضية بمفردها أن تحمل مياه الصرف الصحي إلى الصحراء.
عندما تصل نفايات الصرف الصحي إلى نهاية رحلتها بعد 41 كيلومتراً، ستكون على عمق 100 متر تحت الأرض. تلك مسافة بعيدة عن المكان الذي ستعالج فيه على السطح. فيجب على الفريق أن يحفروا حفرة هائلة في الأرض لفسح المجال لمحطة الضخ القوي. عند الانتهاء من بناء المحطة، سيكون بالإمكان رفع كمية من مياه المجارير تساوي مساحة مسبح أولمبي بارتفاع تمثال الحرية خلال دقيقة فقط. ستصبح أعمق محطة ضخ بنيت على الإطلاق تحت الأرض. لدينا أسبوع فقط. آلان جرانت، مدير مشروع محطة الضخ. إننا نبذل قصارى جهدنا في مجال الآلات التي نستعملها، إنها عملاقة، كل شيء أكبر، لذلك علينا تصميمها بحيث تكون مضمونة 100%. ففي اليوم الذي سيتم تفعيل المحطة فيه، ستأتي جميع مياه الصرف الصحي عبر الأنفاق إلى محطة الضخ، ستعمل بقوة، إنها البنية الأساسية ضمن برنامج ستيب، يجب أن تعمل. حفر الحفرة التي يصل عمقها إلى 100 متر من أجل محطة الضخ سيكون تحدياً هائلاً. تزيد من صعوبته درجات الحرارة الحارقة وظروف الأرض غير الثابتة. عميقاً تحت أبوظبي، بدأت ثمان حفارات هائلة بحفر أنفاق طولها 41 كيلومتراً من أجل نظام الصرف الصحي الجديد الهائل في المدينة. ستغذي الأنفاق مياه الصرف الصحي إلى محطة ضخ عملاقة جديدة تبنى هنا في الصحراء. أحد أكبر التحديات للفريق هو الحفر تحت رمل الصحراء. تبعد نحو 80 كيلومتراً عن مدينة أبوظبي، وكما ترون هنا هذه منطقة مسطحة جداً، وهذا في الواقع موقع كنا نراه عادة في أبوظبي قبل التطور. تتربع أبوظبي على صحراء ساحلية يحيط البحر بها. بالكاد تصل كمية الأمطار الهاطلة في السنة إلى 10 سنتيمترات، ولكن تحت سطح الأرض المكان ليس بالجفاف كما هو متوقع. يتعجب الناس أحياناً من أن أبوظبي صحراء وليس هناك ماء. في حقيقة الأمر هناك الكثير من المياه الجوفية. يمكنكم أن تروا الماء يتسرب. يستغرق ملء هذه الحفرة بالماء 50 ثانية أو أقل. يحدث هذا لأن ماء البحر يدفع المياه الجوفية للأعلى. هذه المياه الجوفية الخفية تمتد على مسافة 30 كيلومتراً من اليابسة، ولأنها مخلوطة بمياه البحر تكون أيضاً شديدة الملوحة. هناك بلورات ملح جميلة جداً كما ترون هنا. يأتي هذا من المياه الجوفية في الواقع. عندما يصل الماء إلى السطح، تسخنه الشمس، ثم يتبخر. وما يبقى خلفه هو هذه البلورات البيضاء الجميلة. قبل أن يبدأ المهندسون حفر الحفرة التي عمقها 100 متر من أجل محطة الضخ، يجب أن يجدوا طريقة لمنع تسرب المياه الجوفية المالحة إلى الهوة. نحن حتماً لا نريد أن تبتل المواد، فالمشكلة هي أن وزنها سيزداد، وهنا الجزء الهام من الحفر هو إزالة المواد بواسطة الرافعة. يكمن الحل في بناء حاجز يدعى الجدار الحاجز، وهو يتشكل من 26 عارضة إسمنتية عمق كل منها 40 متراً. تنضم العوارض معاً لتشكل حاجزاً مرناً مقاوماً للماء. فقط بوجود الجدار في مكانه يستطيع الفريق أن يحفر في الأرض دون خطر تسرب كارثي. هناك دعامة دائرية تدعى الرافدة تدعم قاعدة الجدار وتمنعه من أن ينهار. تحت 40 متراً، حيث الصخر أكثر استقراراً، وحيث لا يشكل تدفق الماء إلى الداخل مشكلة كبيرة، من المفترض أن يتمكن الفريق من الحفر إلى الأسفل بدون الحاجة إلى جدار حاجز.
لبناء الجدار، يجب على المهندسين أن يحفروا أولاً خندقاً عمقه 40 متراً لصب الألواح الإسمنتية فيه، وهذا بحد ذاته مهمة هائلة. إذا حفرنا الخندق فقط سينهار على نفسه، لكن ما نقوم به هو أننا نملأه بطين ثقيل قابل للضخ. يدعم ذلك جوانب الخندق. عندما نحفره، ننزل أقفاص الدعم هذه، ومن ثم نضيف الإسمنت. بناء كل لوح يستهلك 720 طناً من الإسمنت. يخلطون الإسمنت في الموقع، وعليهم أن يتأكدوا من أنه قاس بما يكفي لتحمل واحدة أخرى من قوى الطبيعة في أبو ظبي. الحر. ها نحن نصب الإسمنت في واحد من أسوأ الأماكن لصبه، لأن الإسمنت إذا تجاوز تعرضه لدرجة حرارة معينة لن تحدث التفاعلات الكيميائية بنفس الطريقة. ستحدث التشققات وسنواجه مشاكل في المتانة وكذلك في القوة المطلوبة. لتجنب الشقوق يجب أن يصب الإسمنت في درجة حرارة لا تتعدى 24 درجة مئوية. إذا احتاجت خلطة ماء إلى التبريد قبل صبها، يضيفون مكوناً خاصاً، ألا وهو الجليد. أسهل طريقة للتحكم بدرجة الحرارة بشكل عام هي ضبط درجة حرارة المياه أو إضافة بعض الجليد إذا لزم الأمر، لكن لا تضيفوا الجليد وحسب، تستبدلون الماء بالجليد، تلك هي الفكرة. بعد التغلب على مشكلة الحر، استغرق الفريق 6 أشهر لبناء الجدار الإسمنتي الحاجز. بإمكانهم أخيراً أن يبدأوا الآن بحفر الهوة التي يصل عمقها إلى 100 متر. أمام الفريق سنة كاملة للانتهاء من عملية الحفر الكبيرة، لذلك يأمل الفريق أن يقوم الجدار العازل بدوره ويمنع تسرب المياه. نعود إلى مركز مدينة أبو ظبي. إن الفريق القائم على مشروع النفق البالغ طوله 41 كيلومتراً والذي سيقوم بدفع مياه الصرف الصحي إلى محطة الضخ يعمل بقوة كبيرة. آلات تي بي إم عالية التقنية تحفر 200 متر في الصخر كل أسبوع بدلاً من 100 متر كما كان متوقعاً في البدء. مشغل آلة تي بي إم أوسكار غونزاليس لوبيز يعمل بجد. نوعية الأرض هنا جيدة، إنها مناسبة جداً لنا. بالنسبة إلى مدير المشروع ماسيمو فرانشيسكي، يكمن التحدي في الحفاظ على هذه السرعة. إن سر إنتاج آلات حفر الأنفاق الكثيرة من الحلقات في كل يوم هو مسألة تخطيط وتنفيذ. فكما ترون، عندنا هنا القطار الذي يوفر المواد للآلة والأجزاء والسكك والإسمنت، وأخيراً الرجال، الناس الذين يقومون بالعمل حقاً ويشغلون الآلات. لعملية نقل الصخور والرمال من خارج الحفرة أهمية كبرى تساوي أهمية إيصال مواد البناء لداخل النفق. إذا لم تتمكن من نقلها إلى الخارج على نحو منتظم، تتوقف الآلة ولا يمكن الاستمرار في الإنتاج. يكلف ذلك الشركة الكثير من النقود. هناك نظام حزام نقل عالي التقنية، معير بدقة على سرعة عملية الحفر، ينقل الرمل والصخور إلى عربات القطار في آخر الآلة، ثم ترفع الرافعات العربات عن الأرض عن طريق أذرع خاصة تصل إليها. من المهم أن نضمن أن يكون كل قطار في المكان المناسب وفي الوقت المناسب، فحتى إذا لم يبدو الأمر معقداً، إلا أنه النشاط الأهم في المشروع. لحزام النقل صلة مهمة في النظام، حيث إنه إذا تعطل تتوقف آلات تي بي إم، مما يكلف شركة أبو ظبي لخدمة الصرف الصحي مبلغاً يصل إلى 250 ألف دولار أمريكي في اليوم. مع اقتراب ماسيمو وأوسكار من الانتهاء من حفر جزئهما من النفق، من المهم جداً أن يتابعا ما يقومان به. انتهينا تواً من تركيب الحلقة ونتابع الحفر. تحفر الآلة الآن بسرعة 40 ملمتراً في الدقيقة. بالنسبة إلى المهندس ناصر النعيمي الذي يشرف على آلات حفر النفق الثماني، سمعته على المحك،
في مجال عملي يعد هذا العمل أكبر مشروع سأواجهه في حياتي على الإطلاق. عندما أتيت للعمل في المشروع عرفت أنه سيكون شيئاً ليس فقط لأولادي بل لأحفادي أيضاً. عندما يأتون ويتحدثون عن ما فعله أجدادنا لأجلنا سيتحدثون عن هذا المشروع. إنه حقاً شعور بأنك جزء من واحد من أكبر الحلول في أبوظبي. أن تساعد البيئة حقاً، أن تساعد الناس، أن تساعد في النمو الاقتصادي، كل شيء. بعد يومين من الآن سيكون ناصر مضيفاً في حدث هام جداً. آلة ماسمو لحفر الأنفاق على وشك أن تخترق واحداً من الأجزاء الأخرى من النفق، لكن أثناء حفرهم في الأمتار الأخيرة من الصخر واجهوا خللاً كبيراً. نواجه مشكلة في حزام النقل هنا، أحتاج إلى دعمكم. تعطل حزام النقل، علينا إصلاحه بسرعة. يجب على فريق ماسمو أن يتصرف بسرعة لإعادة الحفر إلى ما كان عليه. في أعماق الأرض تحت أبوظبي يعمل فريق ماسمو بسرعة لإنهاء واحد من 8 أجزاء من النفق، والتي ستضم معاً لتشكيل مجرى الصرف الصحي الجديد الهائل في المدينة. من المفترض أن تحفر آلته العملاقة الصخرة على عمق 80 متراً، لكن لم تبقى إلا 4 أمتار وعلق حزام النقل، مما أوقف الآلة عن العمل. ليس الوضع واعداً، إننا ندخل إلى المنحنى الأخير من العملية، ولسوء الحظ حدث عدم توازن في حزام النقل، وكما ترون يعمل الطاقم بجد كبير لإصلاحه بأكبر سرعة ممكنة، لأن علينا أن نحقق الاختراق ونكمل النفق. حدث التأخير في أسوأ وقت ممكن، حيث سيحتفل مهندسو شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي بنجاح المشروع في حدث سيحضره شخص هام جداً. يا إلهي، أنا متوتر. هناك الكثير جداً من الأمور التي يجب أن أفكر فيها. تمت دعوة سمو الشيخ ذياب بن محمد آل نهيان لحضور الحدث. إنه ابن ولي العهد وسيأتي، إنه ضيف الشرف، إنه حدث هام جداً. لا يستطيع ناصر أن يترك أي خطأ يحدث في هذا اليوم الهام. كان الرجال يقضون الليل هنا للتأكد من أن يكون كل شيء في مكانه. مع استمرارية التجهيزات لحفل النجاح تزداد الضغوط على ماسمو لإصلاح حزام النقل في الوقت المحدد. في الصحراء توقف أيضاً الحفر لحفرة محطة الضخ المتوقع أن تكسر الأرقام القياسية. نحن ننزل، هناك بعض الرشح المائي في اللوح 11، نحو 10,000 لتر في اليوم. يبدو كل شيء جافاً جداً. تتدفق المياه الجوفية عبر الجدار الحاجز الإسمنتي، إنه نفس الجدار المصمم لعدم السماح للماء بالدخول. الأمر يزداد سوءاً. يزداد سوءاً ونحن ننزل. إنها ضربة كبيرة لألبانو وآلن. ونحن ننزل إلى الأسفل عندما ننظف الجدار الحاجز، من المفترض أن يكون عندنا سطح إسمنتي نظيف كما عندنا في الأمكنة الأخرى، لكننا هنا لا نعثر على أي أسمنت بل على التربة فقط. لا نعرف لما لا ينجح هنا لأنه نجح في كل مكان آخر. لمحاولة إيقاف تدفق الماء يعلق ألبانو آماله على المزيد من الإسمنت الإضافي لسد الخرق في اللوح الإسمنتي. وقد دعمنا الحديد المسلح كما ترى ونصله بحواف الألواح، ومن المفترض أن يوقف هذا تدفق المياه. هذا ما نرجوه. لحسن الحظ في النفق عاد حزام نقل ماسمو للعمل. كما ترون الحزام يعمل ثانية، فكل شيء على ما يرام. أرجو ألا يكون هناك المزيد من المشاكل حتى النهاية. بالنسبة إلى ناصر،
هذا ارتياح كبير، وسيقوم بعمل حفل النجاح. هدفنا إن شاء الله أن نرى الآلة تخرج بعد 20 دقيقة. كما تعرفون في هذا المشروع تقع المشاكل وعلينا أن نحلها. مع وصول الضيوف بمن فيهم سعادة الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان ورئيس شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي عبد الله علي مصلح الأحبابي، يقع الآن على عاتق مشغل آلة تي بي أم أوسكار أن يوصل الفريق إلى خط النهاية. أوسكار، تضمن أننا سننتهي في الوضع الصحيح؟ الإحداثيات تبدو ممتازة. أخيراً، بعد 6 أشهر من الحفر، الاختراق. نفقان يصبحان واحداً. هذا مصدر ارتياح لماسيمو وأوسكار. هذه تجربة جيدة جداً، يسرني أنني أنهيت هذا النفق. في النهاية كل الناس متوترون خوفاً من أن يكون هناك خطأ ما، لكن كل شيء على خير ما يرام، وصدقوني أعتقد أن كل الناس سعداء جداً. شكراً. أحسنت صنعاً. هذا واحد من الاختراقات الثمانية التي يجب على فرق حفر النفق أن تحققها لضم أنفاق المجرى الصحي الهائل معاً. تقع الضغوط الآن على فريق محطة الضخ كي يحفروا ما بقي من الهوة العملاقة لوصلها بالنفق. لكن مع كفاح رجال ألبانو لسد فتحة التسرب في الجدار الحاجز، على الآخرين جميعاً أن يوقفوا العمل. من المفترض أن نعمل 20 ساعة في اليوم و6 أيام في الأسبوع. في الأصل خططنا لحفر 8 أمتار في الأسبوع، وبسبب هذا الإصلاح نزلنا إلى 2 متر في الأسبوع. نزلنا حالياً إلى نحو 1/3 المسافة، ما زال الطريق طويلاً. في أبو ظبي يعمل المهندسون الذين يبنون محطة الضخ للمجرى الصحي الهائل الجديد للمدينة دون توقف لمنع فيضان المياه الجوفية في موقع البناء. أثناء حفرنا ازدادت الأمور سوءاً أكثر وأكثر. أجرينا الإصلاحات في 2 أو 3. كان علينا أن ننتظر 6 إلى 7 أيام ليصبح الإسمنت بالقوة المطلوبة كي نتقدم إلى الخطوة التالية من عملية الحفر. كنا ننتظر 10 أيام لكل 2 متر، ولم يكن بوسعنا الانتظار. الآن وقد تأخر برنامج المشروع أسابيع، خطرت لألبانو فكرة جيدة ستساعد في حل المشكلة. بإمكاننا أن نوفر الكثير من الوقت إذا رفعنا العارضة السفلية. كانت هذه هي الخطة الأصلية لبناء الحفرة بعمق 100 متر لمحطة الضخ. الحفر إلى عمق 40 مترا وتركيب عارضة دائرية تدعى العارضة السفلية لدعم قاعدة الجدار الحاجز. لكن الشقوق التي ظهرت في أحد الألواح الإسمنتية تعرض كل قوة الجدار للخطر. ربما قاموا بإصلاحه، لكن الجدار تحت عمق 29 متراً سيكون أضعف على الأرجح. فعلى فريق ألبانو أن يركب العارضة السفلية الداعمة على مسافة أعلى من الجدار لدعم قوته. لا يستطيع الفريق أن يكمل الحفر إلا بعد ذلك، لوصل محطة الضخ بنفق الصرف الصحي. من الآن وصاعداً لن أرى المزيد من اللوح 11، سأصب العارضة السفلية وأتابع. لبناء العارضة السفلية يركب العمال حلقة عرضها 2 متر من الفولاذ المسلح حول قاعدة الجدار، ثم يملؤونها بالإسمنت. تغطي الحلقة المكتملة الآن اللوح المتضرر بأكمله. لكنني أشعر بالسعادة الآن لأننا سنتابع الحفر كالعادة. سأكون أنا والفريق والصخور وحسب. نعود إلى أسفل شوارع المدينة. تتسابق آلات حفر الأنفاق إلى خط النهاية.
يعمل المهندسون بجد في تبطين الأجزاء المنتهية من الأنفاق بمادة فعالة تدعى ألواح البوليإيثيلين لمنع مياه الصرف الصحي، والتي تمنع من تآكل الإسمنت بسبب مياه الصرف الصحي. سيمتلئ هذا النفق بكامل طوله إلى منتصف ارتفاعه بمياه الصرف الصحي. مياه الصرف الصحي بمفردها مادة تخدش، لكن الغازات التي في الروائح والرطوبة ودرجات الحرارة التي تتجاوز 50 مئوية أشياء تحولها إلى بخار سيء جداً، يتحول بدوره بعد ذلك إلى حمض كبريتي. وهكذا لحماية الإسمنت من الحمض الكبريتي نضيف بطانة HDPE والتي لها نتوءات في الخلف، وتدخل هذه النتوءات في الإسمنت، وذلك هو ما يثبتها فيه. حسن الناصر، تركنا النفق الأزرق ونحن في النفق الأبيض الآن، انتهت كل هذه الأجزاء. هذا جيد، لقد قمتم بعمل ممتاز. من المفترض أن تحمي البطانة النفق مدة 80 سنة. إذا حدث وتعرض جزء من البطانة للحت وسقط، بإمكان عمال شركة أبوظبي لخدمة الصرف الصحي إنزال مركبات تعمل عن بعد من خلال هوة الدخول لإجراء تفتيش. ولديهم طريقة ذكية يعرفون بها أي جزء من النفق تعرض للضرر. إذا كانت هناك بعض الرقع التي قد تسقط وينتهي الأمر بها في محطة الضخ، إذا كانت بيضاء نعرف أنها من هذا الجزء، إذا كانت زرقاء نعرف أنها من ذلك الجزء، إذا كانت صفراء نعرف أنها من على بعد 30 كيلومتراً، ذلك يقصر المدة الزمنية اللازمة لمعرفة المكان. أعرف أن هناك لوناً وردياً. الوردي على بعد 4 كيلومترات. عندما يحددون مكان الضرر يستطيع العمال أن يدخلوا النفق ويلحموا رقعات جديدة. حالياً هناك الجزء الأخير من النفق عليهم أن يحفروه ويبطنوه للانتهاء من المجرى الصحي الهائل المشفر بالألوان في الوقت المحدد. 41 كيلومتراً من نفق مبطن خلال 3 سنوات. 3 سنوات؟ ذلك مذهل. ليس سيئاً أبداً. نعود إلى محطة الضخ بعد تركيب العارضة السفلية، يشجع ألبان فريقه للتعويض عن الوقت الضائع. نحن كالعائلة، جميع أعضاء الفريق يخرج لتناول العشاء والتحدث عما سنقوم به أو عما يجب فعله. الهندسة هي كل شيء، ولا بد أن تحب ما تقوم به. إنه عمل مرهق. يجب على الفريق أن يسرع، وإلا لن يكونوا جاهزين لتركيب المضخات والمحركات التي تصل إلى الميناء منذ الآن. الفجر في ميناء زايد في أبوظبي. تصل سفينة شحن من اليابان تحمل الطلبية التي طلبوها. إلى جانب مجموعة من السيارات الجديدة، هناك أكثر من 40 صندوقاً حزم خصيصاً لمحطة الضخ. تصل البضاعة هذه المرة من اليابان، كانت تأتي من قبل من أوروبا وأيضاً من أمريكا الشمالية. تحتوي هذه الصناديق على مضخات المحطة، إضافة إلى مولدات الطاقة الحقيقية، والتي هي المحركات العملاقة. يصل وزن المحرك بحد ذاته إلى نحو 40 طناً، المحرك ثقيل جداً. يجب نقل المحركات تحت الإشراف على شوارع أبوظبي العامة المزدحمة، ومن ثم عبر الصحراء العربية. أخيراً بعد 8000 كيلومتر من مغادرتها اليابان، تصل إلى وجهتها النهائية. هذا هو المحرك الأخير من 8 محركات مطلوبة لتشغيل محطة الضخ. من المهم جداً أن يصل سليماً. هذا المحرك وحده يبلغ ثمنه 1,200,000 دولار. إنه محرك ذو جهد عالٍ، 6,300 فولت، ويوفر طاقة لضخ مياه الصرف الصحي من أسفل النفق إلى معامل معالجة المياه الآسنة حيث نعالجها. يضخ الآن 5,000 لتر في الثانية، يملأ ذلك مسبحاً أولمبياً خلال 8 دقائق. وصلنا الآن محركنا الثامن، يبدو أن كل شيء على ما يرام.
بعد أن وصلت كل المحركات الآن إلى الموقع، يزداد حماس السباق لإنهاء الحفرة العملاقة لمحطة الضخ. لكن هناك حد للسرعة التي يستطيع الفريق أن يحفر بها. يحدث كل شيء هنا، والمكان ضيق فلا أستطيع إضافة القوة البشرية التي أريد. أستطيع أن أشغل ورديتين وأن أعمل 24 ساعة في اليوم لسبعة أيام في الأسبوع، لكنني لا أستطيع أن أضاعف عدد العاملين في الداخل. وكلما حفروا إلى عمق أكبر، طالت فترة نقل الحجارة الناتجة عن الحفر إلى السطح. وما يزيد المهمة صعوبة هو وصول الصيف. ترتفع درجات الحرارة إلى ما يزيد على 50 درجة مئوية. العمل في هذا الحر لا يطاق. يقع على عاتق مورتيز يانكا أن يقرر متى يوقف العمل. هناك اللون الأخضر وهو الطبيعي البرتقالي الذي يعني أن عليهم أن يرتاحوا 15 دقيقة في الساعة، والأسود يعني التوقف الكامل حيث يتوقف الجميع عن العمل. إذا لم نوقفهم سيصابون حتماً بإصابات ناتجة عن الإجهاد الحراري وسيغيبون عن الوعي. كما ترون أنا أتعرق. لإبقاء الأمور في مسارها بإمكان موريتس أن يوقف عمل البناء فوق الأرض مؤقتاً، لكن لا يسمح له الوقت بوقف الحفر في الأسفل، فيركب مضخات هائلة لتوجيه الهواء البارد إلى أسفل الهواء، مما يخفض درجات الحرارة 5 درجات مئوية. كما ترون تم إخلاء بقية أجزاء الموقع وتابع الشبان العمل في أسفل الهواء. يعطينا ذلك الفرصة لمتابعة العمل في أشهر الصيف. الوقت من ذهب، لكن عليك أن تتمكن من فعل كل شيء بأمان أيضاً. مع سماح هبات الهواء العليل لطاقم محطة الضخ بالإسراع في العمل والحفر إلى خط النهاية على عمق 100 متر تحت شوارع أبوظبي، يقترب فريق النفق الذي بدأ رحلته على بعد 41 كيلومتراً من إنجازهم الأخير. نرى اليوم قطعة ملموسة من البنية التحتية التي ستعيش أكثر منا جميعاً. إنه إنجاز استثنائي جداً. يعني هذا الكثير لنا. هذا مشروع فريد من نوعه لأبوظبي. ما يثير قلقي هو أن حفر النفق انتهى الآن كما تعرفون، ومحطة الضخ هي التالية. فما من ضغوط؟ المهمة الأخيرة لفريق النفق إخراج هذا الوحش مكسر الصخور من الأرض كي يصبح مجرى الصرف الصحي فارغاً. سنشعر بالحزن لمغادرة هذه الآلة البلد، إلا أنني أشعر بالنجاح. أشعر أننا نعم نجحنا، أكملنا المهمة. سنزيل الآن الجزء الأول منها وستعود إلى المعمل، وقد يستخدمونها في مكان آخر في العالم. حركوها! آلة حفر النفق كبيرة لدرجة أن عليهم أن يخرجوها في أجزاء. يزن الرأس القاطع بمفرده 45 طناً ويجب أن يخرج بلا أي أضرار. أشعر بتوتر شديد، إنني متوتر. الجميع يخافون من أن يقع مكروه ما، قد يقطع الكابل أو ما شابه. قد تميل الرافعة بسبب الوزن الهائل. سأشعر بالارتياح عندما يصبح الرأس القاطع على المقدورة. عندئذ سأذهب وأسترخي. يبدأ الحبل يصدر أصوات صريخ. هذه هي اللحظة التي أخافها. لكن لم يحدث شيء. نحمد الله على ذلك. مستعدون للانطلاق. كل ما بقي الآن هو وصل النفق بمحطة الضخ.
أصبحت نهاية عملية الحفر الهائل مرئية أخيراً. قبل 4 سنوات انطلق المهندسون من شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي في مشروع طموح لبناء مجرى صرف صحي هائل جديد يدعى ستيب لمجاراة متطلبات التفجر السكاني في أبوظبي. اليوم انتهوا من حفر النفق بطول 41 كيلومتراً تحت المدينة مباشرة، ووصلوه بالهوة التي يبلغ عمقها 100 متر، حيث سيركبون محطة ضخ عملاقة. يأخذ مدير التشييد ألبانو أوليفيرا المهندس ناصر النعيمي ليرى الوصل للمرة الأولى. لقد قمتم بعمل جيد. من المذهل أن نكون من القلة الذين سيسمح لهم بالنزول إلى هنا. عند تشييد هذا وبدء مياه الصرف الصحي بالقدوم يكون إنجازنا قد انتهى. بانتظار ناصر وألبانو في أسفل الهوة المهندس آلان جرانت. الطقس أبرد بكثير هنا. هذه المرة الأولى التي أرى فيها النفق من الجانب الآخر. من هذا الجانب أعرف. لم يره الكثيرون. ليس الكثيرين. إنها نهاية النفق. نعم أراه الآن، إنه يشبه أفعى. نقول دائماً إن النفق يصل من ارتفاع 20 إلى 100 متر، إلا أنني لم يسبق قط أن رأيت نفقاً بعمق 100 متر، أما الآن فأراه مذهل. يقف ناصر وألبان وآلن عند نقطة التقاء أطول نفق وأعمق حفرة في الشرق الأوسط، ويتمعنون في إنجازهم الهائل. أشعر بارتياح شديد لوصولنا إلى هذه المرحلة، خاصة مع انتهاء هذه الحجرة. لن يكون هناك المزيد من المفاجآت. عندنا هنا مجموعة من الشبان الذين لم يعملوا معاً من قبل، كانوا يقومون بكل الأشياء المختلفة، وها هم الآن يتعلمون كيف يعملون معاً. نعم، إنها عائلة، وفي النهاية كان الأمر على ما يرام. هذا مذهل حقاً، ترى الأشياء تنجز، فكل ما حلمت به شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي قد يتحقق. نعم. بعد معركة ملحمية اقتربت الرؤية الاستثنائية لبناء واحد من أكبر أنفاق أنظمة الصرف الصحي في العالم من أن يتحقق. المهمة الأخيرة تركيب آلات محطات الضخ. 8 مضخات عملاقة تشغلها محركات هائلة الحجم ستكون قادرة على دفع 5000 لتر من مياه الصرف الصحي إلى مسافة 100 متر إلى الأعلى كل ثانية، حيث يتم تنظيفها هناك ومعالجتها وإعادة تدويرها لتصبح جاهزة لري مدينة أبوظبي لسنوات عديدة قادمة. لن تكون مرئية، إنها تحت الأرض، لكن بدون بنية تحتية من المستوى العالمي لا يمكنكم الحصول على مدينة ذات المستوى العالمي. مع تركيب نظام الصرف الصحي الجديد تكون مؤسسة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي قد وضعت الأساس لمستقبل أبوظبي. وجود بنية تحتية متطورة إلى هذا الحد في أبوظبي سيكون جزءاً من قصة نجاح الإمارات في السنوات القادمة.